طابع بتوصل لكولمان تحت السلة، بضيع كولمان والريباوند لأرتس. عادة هولي كولمان بيتميز فيهم آخر ثلاث مباريات، قشط مستواه شوي لجميل كولمان. إبراهيم هالمرة ما بينجح، الريباوند كمان هجومي، السيطرة عم تزيد أكثر وأكثر على الريباوند لصالح فريق الماريست. الثوانين الأخيرة من الكوارتر الأول، جيفين بليك بيخسر الطابة، كولمان بسدد من نص الملعب، المحاولة ما بتنجح، والكوارتر الأول عم ينتهي بتقدم فريق الماريست الشاوفيل 23-18 على حساب أنطرانيك. إذن مباراة NSA بنفس الوقت مباراة NSA وهمنت من متبقي منها 3 دقائق و 44 ثانية. NSA عم يتقدم بفرق 12-6. يعني الأمور مثل ما هي هلأ، ماريست رابع، هومنت من خامس، هن رح يلعبوا على البلاي اوفز مع بعض، عم يلعبوا على الهوم كورت ادفانتج، يلي بخلص رابع بكون ببلش على ارضه. تاكس اوف ذا ريباوندر، باتريك معبود اربعه، ابراهيم توماس اربعه، جيميل ارتس اربعه، ما بدنا ننسى مسابقه ملك الطوق لهلا، عنده ابراهيم 3 3 بوينتس، ابراهيم هو من اللاعبين الثلاثه بالليج اللي قدروا عملوا 7 3 بوينتس بجيم واحد، ليه لا اليوم ابراهيم يقدر يربح هيدي المسابقه. توماس عم يلعب بطريقه ممتازه، 15 نقطه لابراهيم توماس، بطلع الفارق لسبعه. جميل كولمان لكريستيان هارفي، هارفي لبرا لجوردن برونر، هالمره كمان عم يضيع فريق الترانيك، الريباوند لصالح ايدي ريستوم. اول ريباوند لريستوم من وقت قليل، عمل تمريره. مارفن جيفين بليك، إلي ريستون بعد عنده ثانيتين، تسديدته عن الارك ما بتنجح، ريباوند لهارفي. كريستيان هارفي سريع بيروح اول ذا واي بايده الشمال بسجل هارفي نقطته الرابعه، بيرجع بنزل الفارق. ابراهيم توماس عم يعمل موف على برونر، بيرجع بيطلع الطابه لبرا، ستيل من كولمان لكن من دون كنترول، تبقى البوزيشن لصالح فريق الماريست. جيفين بليك قطع البيس لاين، بليك بمرر، هل رح يسجل الرابعه؟ ما بينجح بالمحاوله ورستهم، لا الريباوندز اليوم كثير كثير فارق، الريباوندز اليوم لصالح فريق الماريست. واضح انه ما عم يلموا ابدا الريباوندز على انترانيك. كمان ابراهيم ارتس بعد عنده 4 ثواني، جيميل ارتس وصل على السله، سجل جيميل ارتس 4 نقط لارتس بالجيم، طلع الفرق لسبعه. هارفي ستاب باك عم بينجح بتستيتو، اوفنسيف ريباوند للكوبالي، اندرو عمل الاوفنسيف ريباوند، وجميل كولمان كمان، كريستيان هارفي
ونقطتين عم يسجلهم سليم على قد اربع نقط لسليم. شوف استاذ اكرم صفى الى جانب كريم المر نجل رئيس مجلس اداره ام تي في. بسجل الفري ثرو نقطه الخامسه. جافير بليك كمان ما عم ينجح. شوفوا الريباوند، شوفوا الريباوند قد ايه عم يسيطروا عليه، ما حدا عم يقدر يلم ريباوند عند فريق انترانيك. اصلا البوكس اوت مش موجود ابدا لهلا بالمباراه. اوت اوف باوندز مع بليك. خمس نقط لهلا لهداف الليغ اللبناني باخر فتره قشط الافرج سكور جافير بليك. بليك هو افضل سكورر بالليج ب 25.5، افضل سكورر لبناني بالليج هو لاعب نادي بيروت سيرجيو درويش 18.8 بالجيم الواحد. ارتس ميد رينج شوت بسجل جيميل ارتس، ست نقط لارتس بهالجيم. لنشوف شو عم يصير بالمباراه بفؤاد شاب بجوله 18.8 حاليا تقدم ان اس اي. إذا أنا سي عم يتقدم على عمرنا 18-8. كريستيان هارفي حلوة التمريرة من برونر. برونر لاعب بالفعل يعني ذكي كثير على الملعب، بيعرف يتصرف. شفتوا كيف عطيه لما عمل قط على السلة هارفي. ست نقط لهارفي، الفارق بيرجع بينزل لأربع نقط. اثنين فري ثرو لجافيان بليك 74% نسبته بهالموسم. هو كمان اكثر لاعب مسجل فري ثرو بالليج، قبل هالجيم كان عنده 95. عم يسجل كمان جافيان نقطه السابعه بالمباراه. صار عنده 99 فري ثرو بالبطولة. هارفي خطأ لصالح هارفي. هارفي رح يكون عنده الثاني فري ثرو 65% بسجل الاولى بنجاح. سبع نقاط لكريستيان هارفي. الثاني ما بينجح فيها. أكثر لاعب لبناني مسجل فري ثرو لهلا بالبطولة هو كريستوف خليل 58 رمية حرة. عم نشوف هون ليونيل لحود يلي عم يستعين فيه المدرب جورج عي على أرض الملعب. إلي رستوم كمان رح يكون عنده اثنين فري ثرو. عم يضيع الأولى. لهلا مستفيدين الماريست بتسع نقط من تاني تشانس. كمان عم يضيع ديفنسيف ريباوند هالمره لبرونر. لهلا الماريست عامل 8 اوفنسيف ريباوند بهالمباراه. هارفي بايده الشمال بسجل لهارفي نقطه التاسعه. بسرعة نزل الفارق لثلاث نقط. تايم اوت للمدرب صباح خوري.
see if he can hit a three. After half court, just I told you guys, fight the paint. We got to communicate though. When Coleman catches in the middle, it's going to be. You know, he dropped the ball level. إذا دائما عم نذكركم بالمباراة الثانية اللي عم تصير بنفس الوقت لهلا بفارق كبير عم يتقدم الناس على هومنتمن 22-11 بايرن ويسلي عم يكون افضل سكورر بهجومي بثمان نقط بينما هشام الحلو عم يكون افضل ريباوندر بخمسه ريباوند اذا كملت الامور بهيدا الشكل يعني مثل ما قلت لكم البلاي اوفز السري رح تكون رح نعرف السري الاولي بين هومنتمن وفريق الماريست بيكون اللي عنده هوم كورت ادفانتج هو الماريست واحدة من ثلاثيات الثلاثة لابراهيم توماس اللي بعد بده أربعة ليربح مسابقة ملك الطاووق ويربح مع 1592 دولار بده سبعة ليربح الجائزة الكبيرة جائزة ال 10,000 دولار كمان اللي بتقدمها ملك الطاووق أربعة أسيست لبليك ثلاثة لكولمان اثنين لجورجن برونر عم يلعب زون ديفنس هون المدرب حقيقي غير دفاعه تسديدة مارفن سركيس الثلاثية ريباوند لصالح فريق أوترانيك عندهم فرصة ينزلوا الفريق أو يعدلوا الأرقام هارفي بياخد تسديدة عن الارك ما بينجح بالمحاولة ريباوند كان لصالح فريق الماريس جيفين بليك بسدد بسجل عن الارك جيفين بليك نقطة العاشرة تاني 3 بوينتس لإله بهالجيم 34 3 بوينتس بالموسم السنة الماضية زاك لافتون خلص البطولة ب 100 3 بوينتس سنة عم يكون عندنا يعني ما عندنا هالبرسنتج العالي عن 3 بوينتس بالبطولة وجمير كولمان برد بسجل نقطته الثانية هلا جوناثان جيبسون اللي كان ممكن يقدر يعمل ارقام لو بلش من اول الموسم بتصور كشوتينج بيور شوتينج جارد بتصور كان بيقدر يعمل ارقام كبيرة ب 3 بوينتس بس ما بدنا ننسى جوناثان جيبسون بلش يعني كان قاطع ثلاث ارباع تقريبا الريجولر سيزون اللي رستم عم يسجل حاليا عن الارك اولى نقاطه بالجيم الفارق بيرجع بيطلع لسبعه جوردن برونر عم يعطي جمير كولمان جوردن اختار وصل على السله لعب على ابراهيم توماس على مرحلتين ما بيقدر يسجل واللحود بياخذ تسديده ثلاثيه كمان ما عم ينجح وهالمره الريباوند بيحسمه جيفير بليك اكثر من فرصه لفريق الترانيك ما استفادوا منها بوقت ابراهيما بيعطي بليك جيفير لبرا لابراهيما الرابعه لا مش الرابعه يا توماس اوفنسيف ريباوند جديده 10 اوفنسيف ريباوند لهلا لصالح فريق الماريست اديرستوم كمان عم يعطي ابراهيم توماس ابراهيم بيعمل موف بتوصل لمين بتوصل لمارفن السركيس بسجل عن الارك بنجاح مارفن مارفن سركيس 11 3 بوينتس بالموسم من 18 اتام تتخيلوا هاللاعب عنده برسنتج 60% بتمنى له السلامه لابراهيم توماس لهلا فريق الماريس مسجل 8 3 بوينتس
بنسبة 44%. مديرة فريق الماريس فاليريا جاريكيا ومدير فريق أوترانيك بس شاطر بالقلب. في فرق بالأنوثة، عم يجرب يعوضها بقلوب ما عم تزبط معه. تكنو افضل سكور ابراهيم توماس، الافضل تجينا 15، بليك 10، هارفي 9 نقاط، هول تكنو الافضل تجينا بالمباراة. اندرو كوبالي بيمروا على البيس لاين، بيتعرض للبلوك شوت من ايدي ريستوم. مارفن سركيس خطأ لصالح مارفن. رح نشوف بالريبلاي الفاول يلي اخذه مارفن من هارفي، هيدا تاني فاول. الخطا مش على هارفي، الخطا على كوبالي. شوف المدرب جورج عي عم يعطيه تعليمات للاعبه اندرو كوبالي. بدي اذكر انه بعده يوسف غنطوس غايب بسبب الاصابه. مارفن بسجل الفري ثرو الاولى، نقطه الرابعه بالجيم. عنده نسبة 3 بوينتس أعلى من الفري ثرو، يعني عنده 60% على 3 بوينتس، 50% عن الفري ثرو، بس هون عم يسجل الرميتين. الفرق بروح ل 12 نقطة. غسان أبو طاقة على أرض الملعب. كريستيان هارفي خاطئ لصالحه. جيمي نخلي عم يتحضر ليكون كمان على ارض الملعب. تخيلوا الريباوند، اعطيكم الرقم بالريباوند بين فريقين. الماريس 24 ريباوند، عاملين فريق الانترانيك 11، 13 ريباوند فرق بين الناديين. هيدا الغنطوس. هارفي بسجل الفري ثرو. فريق الماريست معدلهم 42.4 ريباوند بالجيم الواحد. لهلا عاملين 24، بعد في تقريبا 3 دقائق لنهايه الكوارتر الثاني، بينما 39.5 للانترانيك، عاملين بس 11. شفتوا قد ايه فارقه؟ هذا الشيء عم يعطي افضليه لفريق الماريست. وهون كمان هالمره بيعملوا الريباوند كولمان. هارفي نزل الفارق من شوي لعشرة. هارفي توصل لمين؟ كولمان تسديد عن الارك، ما عم يسجل كولمان. ديفنسيف ريباوند كمان لصالح ايدي ريستوم. جيفيان بليك عم يعطي لوكاس لغسان. دقيقتين بيبقى لنهايه الكوارتر الثاني. لوكاس صالح بيرجع بياخذ تسديده، وكمان في اوفنسيف ريباوند جديد، وهالمره لجيفيان بليك. بتوصل للوكاس وفي خطا. حلو كثير كانت تمريرته لجيفيان بليك بصراحه. رح نرجع نشوفها. لاعب عنده لهلا اربع تمريرات حاسمه بالجيم، شوفوا بالريبلاي. كثير حلوه التمريره. لوكاس بسجل الأولى بنجاح. بليك بصير عامل 5 أسيست بالجيم. تاني بضيع لوكاس، بتروح الفرصة لصالح أنترانيك، ما له حق يلحقها بهالشكل. جيفيان بليك هو الأقرب بالتنافس مع علي مزهر على التمريرات الحاسمة بالليج، بس بعيد كافرج. علي عنده 9.5 اسيست، بليك عنده 7.2. سليم علاء الدين بيعطي لحود، التسديده كمان ما عم تنجح من ليونيل لحود. ريباوند لمارفن. كمان جيفيان بليك خاطئ لصالح بليك. رح يكون عنده 2 فري ثرو وعنده فرصه يسجل الرميه الحره رقم 100.
إليو أبو زخم على ما يعد التبديل. عم نشوفه لأبو زخم. بليك بضيع الأولي. صار عنده 4 من 5 وهيدي 5 من 6 وصاروا 100 بالإذن من زميل لجان أخول. حداشر نقطة لبليك. هارفي بعد ماريست عامل كنترول على الجيم بشكل كبير لهلا 12 نقطة الليد. عم يلعبوا زون ديفنس. هارفي بيتعرض للبلوك شوت. لوكاس عم يمرر لمارفن. كمان لوكاس ما بيقدر يتخطى دفاع فريق الانترانيك. وهون الريباوند لمين؟ تيم ديفنسيف ريباوند لصالح انترانيك. غسان بده تشالنج. اخر ثواني الكوارتر الثاني. المباراة بين ان اس اي وفريق هومنفيلد نزل فارق فيها حاليا لخمسة 27-22. عم تبقى البوزيشن كمان لصالح فريق الانترانيك. أندرو كوبري على أرض الملعب. جيمي نخلي. أندرو عم يعطي كولمان تحت السلة. بطلع على برا عند هارفي. تسديدة ثلاثية بسجل هارفي. نقطة ال 14 أول 3 بوينتس له بالجيم. نزل فارق لتسع نقط. المدرب صباح خوري بآخر دقايق عم يلعب بتشكيلة لبنانية كاملة. تايم أوت. اخر 15 ثانية. ادريانو كمان مارفن عم جرب يلعبوا للاخر لاعبي فريق الماريست. مارفن بيعطي ادريستو بعد عنده 3 ثواني. بيخسر الطابة من كريستيان هارفي. بياخذ تسديدة. كان بعد عنده شوي وقت كريستيان هارفي يركز. تسديدته عنده كان بعد حوالي 1.5 ثانية. الكوارتر الثاني اذا